اخر الاخبار بالنسبه لمحمد صلاح؟ انا يمكن اعلنت اكتر من مره كابتن في كل مكان ان انا لم يتم اختيار لعيبه من اللعيبه الكبار خالص. الوحيد اللي تم يعني وقع الاختيار وانا بقول لك باذن الله نهائيا بالنسبه لنا اللي نفضل يكون موجود هو محمد صلاح. لكن المفترض لما بنيجي ان احنا واحد زي لعيب محمد صلاح افضل من افضل ثلاثه لعيبه في العالم الامكانيات كل يعني مش هعدد ما يتمتع به محمد صلاح طبعا في الكره المصريه او لاسم مصر او وجوده مع المنتخب في احسن دوله كبير زي ده اضافه كبيره جدا جدا مهمه. لكن عشان اجي اخاطب النهارده نادي ليفربول المفترض ان انا اخاطبه بدوكمنت واضح جدا اللي هو ايه؟ انا عندي مباريات يوم كذا، مباراتي هتبقى مع كذا، هقيم في فندق كذا، هعمل تحركاتي كذا، عندي مباريات ايام كذا وكذا وكذا وكذا، كل شيء يا كابتن احمد يكون واضح، ما يكونش عباره عن بيانات فقط، لا يكون الحاجات كلها مليانه، في كل حاجه مليانه. امتى هقدر احصل على كل الحاجات دي؟ يوم 21/4 قرعه كاس بطوله الاولمبياد. يوم 21/4 بالليل باذن الله او بعد نهايه القرعه هيبقى عندي بلان واضح لكل شيء للفريق من تحركاته، هنلعب في ايه، اسم البلد ايه، اسم الملعب ايه، اسم الفندق ايه. من هنا تبدا تخاطب فريق ليفربول على طول، يعني 10 على 10 احنا بنجهز دلوقتي ملف كامل، ويمكن الحمد لله في الاتحاد الملف بيقوم به الدكتور علاء طبعا والاستاذ محمد الشواربي، يعني الشواربي مع مجلس الاداره وملف متخصص لكيفيه ان احنا لما نيجي نخاطب نادي كبير بحجم ليفربول يبقى انت بتخاطبه طيب. الاتحاد المصري ممتاز. ده بالنسبه لصلاح. بالنسبه للشناوي ما شاء الله عندك عمر رضوان منور، عندك صبحي منور، عندك محمود جاد منور، وعندك انت واخد عمر صلاح، واخد مصطفى شوبير، وفي كمان الغندور بره، عندك يعني ترسانه حراس. هل موضوع الشناوي ما زال في حسبانك ولا بره الحسبان؟ هنا يا كابتن احمد ما اقدرش اقول زي ما قلت لحضرتك، انا ما اقدرش اقول مين اللاعب، احنا اخر ميعاد عندنا انت عارف برضو تاني اللائحه صريحه. من لم يكن في القائمه المبدئيه المفتوحه لن يستطيع المشاركه في اولمبياد طوكيو ايا كان هذا اللاعب. تمام. وبناء عليه احنا حاطين في حسباننا اكتر من في كل طيب. مركز اتنين ثلاثة لعيبه. محمد الشناوي اسمه موجود؟ اسمه موجود طبعا. محمد صلاح اسمه موجود؟ ما انا قلت لك محمد صلاح ماشي من كويس ماشي انا براجع بس عشان عشان الساده يعني المشاهدين يا كابتن شوقي. احمد حجازي اسمه موجود؟ موجود وكل مش هم دول بس يا كابتن. في اكتر من اكتر من 10 لعيبه موجودين في القائمه من الكبار ابرزهم مين يا كابتن شوقي عشان تقدر تختار منهم. تقدر يعني عايز اقول لحضرتك على حاجه 80% من اللعيبه المحترفين الخارجين كلهم في القائمه مكتوب. يعني اقدر اقول انني مثلا موجود، ان تريزيجيه موجود، انه يعني الناس دي موجوده، كل دول موجودين. مصطفى محمد اوريدي معاك. بص يا كابتن احمد كل دول انا مستعد نختار ونختار ثلاثه. مش هنقف عند محطة ونقف. صحيح. لازم النهارده انت بتشوف ايه المركز اللي شاغر عندك. ايه المركز اللي مفيش لعيبه كتير. صحيح صحيح صحيح. ايه المركز اللي انت عندك فيه احتياجات انك تلعب بيه. لاحظ كل الحاجات المعطيات دي احتياجاتك لايه. كل دي في الاخر بتتحط نقط، ولما نيجي ساعتها لو اللعيب ده ما انتش مأيده في القائمه المبدئيه. مش هتقدر تاخده. ده صحيح. لازم يكون من ضمن ال 50. القائمه دي يا كابتن احمد هتتقلص ل 50 لعيب يوم 15/5.